مثل ما عندنا ظاهرة الكلاب المسعورة المنتشرة هالأيام، ويا ما أعطيتهم نصيحة وقلت لهم يا جماعة أنتم إذا ظهرت الكلاب اللي في المناطق حلها، أعطوا البنغالي دينار وصدقوني أسبوع واحد ما نلقى ولا كلب بالشوارع. أحد الإخوان صور لنا تقرير، تعرفون الصخر اللي حطوه قدام شواطئ الكويت أساس الحفاظ كمصدات للشواطئ، في قهوة الشميمري هناك، قهوة حلوة وجميلة، لكن للأسف صارت المنطقة خاصة في الصخور البحرية تنتشر فيها مو فيران مو جرذان، قطاوة، وشكلها يخرع. فياليت وزارة الصحة وحدة مكافحة القوارض أو الإخوان وزارة الشؤون المشرفين على القهوة يبون سم، وكثروا منه سمك وبهروب سم ما شاء الله، مو فار، قطو عتوي. وين وإحنا صغار أذكرهم عند قبل، إحنا شياب يعني قبل، مو الحين البلاستيك قواط البلاستيك، لا لا درامات البلاستيك، لا قبل الدرام الزفت هذا الكبير يحطون فيه الأخمام وتيه البلدية تشيله قبل شركات النظافة، والله يمكن قبل أنظف من الحين، كنا نشوف الفار هالكبر. صارت مكافحة القوارض وانتهت القوارض، ويبدو أنها راح ترجع نتيجة عدم اهتمام الدولة بأهمية مكافحة القوارض. مكافحة القوارض والكلاب كثرت بهالديرة. شوف التغريد. الواجهة البحرية قاعدين ياكلون خبز. تلقى عوائل الحين، عوائل منا للإخوان المسؤولين في وزارة، إن كان أحد يهتم من المظاهر السلبية.